رضا فوراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس. في نطاق الأنشطة من الدولة في صفاقس في الغرفة كونه احنا عندنا المنخرطين بتاعنا نجتمعوا بهم في برشا مناسبات. اليوم مناسبة متاع قانون المالية الجديد وجاء بحنانا السيد الخمير سي أنيس المهابي، مرحبا به، جاء من تونس ضمة لنا احنا مش نتداولوا القانون المالية ويزيد هو يحكي لنا ويفسر لنا بنظرته هو بلغته هو. تعرف احنا غرفة التجارة والصناعة هو اليوم احنا مثل القطاع الخاص والحمد لله منخرطينا ديما معنا وديما يحضروا معنا، واليوم حضور كثيف ان شاء الله بالنسبه للمناسبه هذه. اهميه مثل هذه المحاضرات بالنسبه للمنخرطين نتاعكم هما هي يجتمع هو الدوريه هذه اهميه لانه تكوين القطاع الخاص في 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 مجالات المعامله مع الخارج ومع الدوله ومع القوانين الجديده هام ياسر، لانه تعرف احنا في صفاقس النسيج الاقتصادي هو نسيج مؤسسات صغرى ومتوسطه، ونسيج هذا يعتمد على المؤسسات اللي هي اكثرها عائليه واللي تحبث التكوين هذا سواء مع قوانين جديدة في المالية في الديوانة في التجارة الخارجية في جل مجالات مع البنوك مع البنك المركزي مع في عدة مجالات. وإحنا الدورية هذه ديما عندها شعاع كبير وديما فما إقبال كبير من القطاع الخاص ومن المنخرطين الحمد لله. هذا يخلي كونه الكرس كونه غرفة صفاقس عندها دور وعندها أهمية خاصة في القطاع الخاص وقاعدة تأدي في دورها الحمد لله على أحسن ما يرام. واليوم فرصة باش نقابلوا المنخرطين بتاعنا وباش زادة يفهموا أكثر القوانين الجديدة اللي هي هامة ياسر في الوضع الموجود توا، وضع عالمي صعيب وكما تعرفوا، وإن شاء الله نتجاوزوه كل مع بعضنا وإحنا نحسوا كونه زادة كيف لازمنا هذه كلمة الحق نقولوها كونه بالقوانين الجديدة هذه الدولة فاهمة وحاسة كون في صعوبات موجودة كبيرة ياسر كسوا في المالية كسوا في التريزوري كسوا في برشا حوايج، وإن شاء الله احنا متفائلين برشا لأن المستقبل باش يكون أحسن وظروفنا المناخ الاجتماعي والمناخ الاقتصادي كله قاعد يتحسن. صعيب صحيح صعيب كل حاجة صعيبة والحمد لله إن شاء الله نتجاوزوها كما تجاوزنا عقبات سابقة، نتجاوزوا هذه ومرحلة مع بعضنا سواء مع دولتنا ولا مع المناخ ككل. احنا متفائلين خير وإن شاء الله فما كان خير.